الشوالي والحربي يتابعان معكم أصدقائي النظارة والمشاهدين قمة مباريات هذا اليوم. فيورنتينا من الفرق الايطاليه اللي تلعب في راي كوره ممتازه جدا على مدى التاريخ، ليس هذا الشيء فقط. فيورنتينا فريق يلعب على الطريقه المصريه، يقول لك مدرسه الفن والهندسه، نتذكر اسماء كبيره، جراتسان يلعب فيهم، مونتونيوني، خرج منهم روبرتو باجو، واستادلر تيميو فرانكي. هذه التحفه الفنيه دائما كانت مسرح لظهور النجوم في فيرنسا. نعم عصام، هو فريق التاريخ هذا بلا شك ولا جدال. يكفي أن تقول بأنه أول فريق فاز في كأس إيطاليا، ذلك في عام 1940. إذن تنطلق اللحظة، المباراة نتمنى أن تكون جميلة جدا بين فريقين كبيرين، نتمنى أن نشاهد كرة قدم حقيقية الليلة. خواكيم، كرة ترجع له بعد ما كان مررها من لحظات. يحب هذا اللاعب اللعب ملتصقا بالمدافعين، لكن عليه أن يحسن من اختيار توقيت هجومه وتمركزه. نعم لا جدال بذلك، القرار كان صحيح. ألبرتو أكويلاني، ماريو غوميز، كارلوس باكا، ممكن يفكر بالتسديد من هنا. بنوا تريمولينس، هجوم رائع ينتج عنه التمرير عرضي للكره، كره مشتته بالخارج. ألبرتو أكويلاني، خواكيم، بنوا تريمولينس، أوندوس، كانت حلوة الكرة وترجع له. يبدأ الهجوم، كرة في الرواق، كارلوس باكا، كرة برا الخط ستعود على التماس. دانييل كاريس، دييغو فيغيرايس، كارلوس باكا، كرة خذوا هات وترجع له، بداية هجوم، دييغو فيغيرايس. الآن يأتي اللعب للمساعدة في الجانب الأيسر. طبعا هذا عبد الله فريق الفيولا فيورنتينا، الفريق الذي تأسس 1926 في فيرنسي، وبطل الدوري الإيطالي في مرتين 56 و69 المرة الثانية والأخيرة. نعم عصام، نذكر أيضا من بطولات كأس إيطاليا 6 مرات، كأس السوبر الإيطالي مرة واحدة في عام 96،
وعلى المستوى القاري في دوري أبطال أوروبا حل وصيفا مرة واحدة عام 56-57، كأس أبطال الكؤوس الأوروبي جاء في مرة واحدة متوجا بالذهب عام 60-61، الدوري الأوروبي أتى وصيفا في عام 89-90 حينها كان يدعى بكأس الاتحاد الأوروبي. ربما هذه من أبرز الإنجازات، ومرور سريع على بطولات الفريق. ألبرتو أكويلاني، ماريو جوميز، هذا اللاعب متميز، يبذل مجهود غير عادي لافتكاك الكرة واستعادتها. ييغو فيغيرايس، أكيد الهجمة واعدة. إيفر بانيجا، لحظات ويتنفذ التماس. بطاقة صفراء وإنذار، هل هو موجود الإنذار؟ قرار صحيح. تماس في مكان مناسب جدا لاستغلاله. كارلوس باكا، هذا هو وقت التمريرة، تحكم ممتاز من الحارس. خواكيم، نهاية الشوط الأول بدون أهداف. مر نصف الوقت، شوط العب والنتيجة متعادلة، السيطرة الحقيقة ليست باينة لأحد الفريقين، والتوقعات في الشوط الثاني ستكون مباراة أكثر إثارة إن شاء الله. عودة اللقاء في الشوط الثاني. بنوا تريمولينس، إيفر بانيجا، لازال الانطلاق بالكرة إلى الأمام، مسافة طويلة يقطعها. بنوا تريمولينس، يا لروعة التصدي ولا أروع يا حارس. خواكيم، ماريو جوميز، اتحصل على الدعم من الوسط، تسديده وكرة على الجول، كرة للتقدم والتسجيل ولكن برا. فرصة كبيرة تتيح للاعب البديل، والثقة كبيرة في مدربه فيه من أجل التعادل أو كسر التعادل، يقحمه الآن. ماريو جوميز،
الكرة معهم الآن في نصف الملعب. خوان مانويل فارغاس، ماريو غوميش، شوف الدعم اللي صار. ألبرتو أكويلاني، إيفورا يجتهد للحفاظ على الكرة لكن الصراع قوي. كرة ثنائية، سلم مستلم. بسبب هذا الدفاع الرائع ينال ويحظى بإعجاب الجميع. البحث عن انتصار من خلال هذا التغيير، ممكن يجيبه جديد. إيفر بانيجا، تسليم واستلام والكرة يبدأ فيها أتاك. ييغو فيغيرايس، تماس جديد في الماتش. هذا الاعتراض قد يخفف من الضغط على فريقه. يتحكم بالكرة بشكل جيد على أرض الملعب. كرة سهلة للحارس. تصدي ناجح يبقي الفريق على التعادل. خواكيم، خوان مانويل فارغاس، ألبرتو أكويلاني، بورخا فاليرو، ماريو غوميز بهدف والأروع، حتما هو الفوز. هدف ممتاز وحساس تتغير معه المباراة. شيء لا يمكن تصديقه، آخر كورة وأحلى صورة مع اللقطة الأخيرة في المباراة. فنشاهد هذا الهدف من زاوية أخرى. أخيرا نجحوا في فتح مجال التسجيل مع بداية الفترة الثانية. إيفورا، ملا هجوم رائع، رائع الهجوم اللي نشوفه فيه، قد يكون آخر محب. هو الآن في لحظة الوداع لمباراة الليلة، تأتي صافرة الختام ومشهد الاختتام من قبل الريفري في أعقاب مباراة ممتعة ومثيرة. وإلى حين لقاء جديد، هذا عصام الشوالي يستودعكم الله ويحييكم بانتظار لقاءات أخرى.